تهب للرحيل دنا الرحيل وخذ زادا فما يدرى الوصول وجانب ضر نفسك يا خليلي فما لك غيرها عنها بديل كأنك بالمطية قد أنيخت فتركبها كمن زعج العجول وشيعك الرجال إلى محل عساه يطيب فيه لك الحلول لئن رجع الأحبة عنك رغما وسألك السؤون فما تقول وكيف تخفف الأثقال يوما من المثقال تجتمع الحمول وأي يديك تمسك يوم تؤتى صحيفتك التي فيها الحصول وهل قدمت من بر فتعطى وصولا يوم ينفعك الوصول وأين تكون إن سيقاتقات إلى اليسرى وللعسرى الجهول أعندك عن مآلك بعض علم فما لك مطمئنا يا غفول بلى إني غبي عن مآلي وعلم الغيب يعلمه الجليل وما لي غير ذنبي في اكتسابي وكسب البر من نفسي قليل ولكني وإن عظمت ذنوبي فإن الظن في ربي جميل وقد أخلصت في الرجعى إليه ليشملني رضاه والقبول ودخني في القيامة بعد ربي شفيع الخلق سيدنا الرسول صلاة الله تمنحه رضاه ويؤتيه السلام بما يقول يعماني الصحابة بعد آل ومن في نهج هديهم يؤول.